عام خالي من الغش. تحت هذا الشعار كربت إدارة مكتب التربية والتعليم مديرية الحوطة بمحافظة لحج كوكبة من المعلمين الذين أفنوا سنوات حياتهم في العمل على غرس العلم بين أوساط طلابهم بلا غش. تكريم يأتي بطعم الانتصار بالنسبة لهؤلاء المربين بعد إنهاء اختبارات مرحلة الثانوية العامة واجتياز فصل من المسيرة التعليمية الحافلة. إدارة مكتب التربية والتعليم بمديرية الحوطة حرصت على حق التقدير لهذه الكوكبة من المعلمين الذين أفنوا قدرا كبيرا من حياتهم في العمل على غرس العلم بين الأجيال بلا غش. المعلم عبد محمد ناصر الشمعي أحد رواد العملية التعليمية بمدينة الحوطة يرى هذا تكريما لسنوات من العطاء يحظى بها العلم اليوم وليس تكريما له أو لزملائه فحسب. معنى هذا التكريم كنا نأمل أن نكرم من قبل مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أسوة لبقية بعض من المراكز التي تم تكريمها، وهذا عمل ليس مجرد التكريم فيه، إنما نحن نضع هذا العام أن يكون عام خالي من الغش. بهذا التكريم تكون إدارة التربية والتعليم في حوطة لحج وضعت الخطوة الأولى في المسار الصحيح، ليس للمعلمين فقط وإنما للعملية التعليمية بشكل عام، حيث أعادت الاعتبار لجيل كامل من المربين. مختار شعتل لقناة بلقيس، محافظة لحج.